خلينا كمان نشوف تمارين جديدة دلوقتي مع كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الأهلي، وبعد كده هنطلع فاصل ونرجع عشان نستضيف ضيفنا ونتكلم بقى في ملف مهم جدا سواء طبعا محليا أو عن المونديال. فاصل ونرجع نكمل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان. طبعا هبدا اي حاجه، وحشيني جدا جدا جدا، بقالنا كتير ما طلعناش مع بعض. ربنا يحفظكم يا رب. صباح الخير على جميع النادي الاهلي العظام، وصباح الخير على جميع اعضاء النادي الاهلي بالثلاث فروع والرابع ان شاء الله قريبا. ربنا يحفظكم يا رب من كل سوء. طبعا احنا جايين النهارده عشان نكمل سلسله الاخطاء الشائعه في التمارين الجيم. النهارده حاطط ايدي سبوت على تمرين مهم جدا، او سلسله تمارين البط مهمه جدا. الناس في لغط ما بين التكنيك وما بين التمرين ده بيشغل بطن، لا ما بيشغلش بطن. فانا النهارده جاي افصل الموضوع ده خالص، اوريكم تمرين البطن بيشغل ازاي، وايه التمارين اللي احنا كنا مفكرين ان هي بتشغل بطن، وهي اصلا طلعت ما بتشغلش اي جزء من اجزاء البطن خالص، بل بالعكس بتعمل مشاكل على المدى الطويل. تعالوا نشتغل مع بعض النهارده اول تمرين بطن، ونعرف التكنيك الصح بتاعه ايه والاخطاء الشائعه بتاعته ايه. يلا بينا. اول تمرين مع بعض تمرين الكرانش. وبالمناسبه يا جماعه، تمرين الكرانش بيشغل عضلات البطن كلها. ايوه، عضلات البطن كلها، مفيش حاجه اسمها تمرين للابر وتمرين لللور. عضلات البطن يا جماعه زي اي عضله عاديه تشتغل في وضعها التكنيك الصح لما بتيجي تعمل انقباض او بتيجي تعمل انبساط للعضله. مفيش اي تمرين بيشغل جزء من العضله ويسيب جزء تاني. خلاص، تعال نشوف اول تمرين، تمرين الكرانش. طبعا الخطا الشائع ان كل الناس كانت بتعمله انها بتطلع التمرين دوت كده. ده يا جماعه غلط. ليه؟ اولا انا ببعد تماما عن التمرين بتاع عضله البطن، ببعد تماما عن عضله البطن، وفي نفس الوقت بشغل معايا اللور باك. اللور باك كده لو الناس عندها اشتباه في غضروف او عندها ديسك او حتى عندها تعب في عضلات الظهر السفليه، بيبقى عندها مشاكل في التمرين ده لو عملته. فاحنا بنريح خالص اللور باك اللي هي العضله السفليه او القطنيه، وفي نفس الوقت بعمل سبوت على عضله البطن. طب تعال نشوف الطريقه الصح ازاي. طبعا انا ايدي هنا او ايدي على صدري، واطلع بصدري بس، وانا طالع اطلع النفس معايا. واحد، خدوا بالكم معايا. اثنين، ظهري بالكامل ثابت على الارض. ثلاثه، بطلع بصدري بس. اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، 10. طيب الاوضاع الخطا برضه، او الخطا الشائع الناس كانت بتعمله الفتره اللي فاتت، اللي بشوفه ما زلت بشوفه في الجيمات لحد دلوقتي، ان انا افرد رجلي والاقي حد بيشتغل لي بطني كده. لا يا جماعه ده غلط. طب يا كوتش، هو انا بتني رجلي ليه؟ اولا انا بعمل عزل لعضلات رجلي كلها ما بتشتغلش معايا في تمرين البطن، فلما بتني ركبتي يبقى انا كده عزلت رجلي خالص، الخلفيه كمان ما تشتغلش معايا، وفي نفس الوقت استفدت بالتمرين اللي هو شغل عضلات البطن بس. واحد، اتنين، كده الهامسترنج او الخلفيه مش شغاله معايا خالص. وهو ده تمرين الكرانش بالطريقه الصحيحه والاخطاء الشائعه بتاعته. طيب تعالوا نشوف بقى النهارده التمرين الثاني البلانك، ايه الاخطاء الشائعه بتاعته وايه الطريقه الصح بتاعته. تعالوا نشوف مع بعض. تمرين البلانك، بسم الله الرحمن الرحيم، لازم كوعي تحت كده كده، كوعي تحت كده. الناس لما بتيجي تعمل البلانك غلط، بتعمله ازاي؟ بطلع كوعي قدام خالص واشتغل كده. ده غلط يا جماعه، الطريقه دي غلط تماما. لازم كوعي تحت كتفي اهو بالطريقه دي، على مستوى كتفي، ما افتحش قوي، لا على مستوى كتفي، رجليا بمستوى كتفي ولا مقفوله ولا مفتوحه، واللور باك والجلوتس والرجلين على مستوى الارض، وتنفس عادي طبيعي جدا. هو دي او هي دي الطريقه الصح لتمرين البلانك. غير كده يا جماعه يبقى انا باثر على جسمي بطريقه سلبيه وبلعب التمرين غلط. طيب تمرين البلانك يا كوتش بيفيد ايه؟ تمرين البلانك بيشغل البطن كلها، وفي نفس الوقت بيقوي لي العضلات السفليه للظهر. الناس يا جماعه اللي عندها مشاكل في الظهر وبتعمل تمارين ستاتيك، التمرين ده مهم جدا جدا جدا، بل بيكون طريقه علاجيه لبعض الدكاتره العلاج الطبيعي تديهم للمرضى بتاعتهم. طيب التمرين الاخير البطن اللي فيه لغط كبير جدا، الناس كلها مفكره ان هو بيشغل بطن وهو اصلا ما بيشغلش بطن، بيشغل العضلات الاماميه للرجلين. التمرين ده بل بالعكس لو اتعمل كمان غلط بيأثر على اللور باك او عضله القطنيه. التمرين ده يا جماعه، التمرين ده يا جماعه ملوش اساس بالصحه ولا اي ليه اي صله بعضله البطن.
طب ايه الطريقه الصح بتاعته لو انا عايز اشغل بطن بس؟ اولا لازم اتني رجليا بزاويه 90 زي ما انتم شايفين، واريح راسي، ودي الستارت، دي نقطه البدايه بتاعتي. اطلع وارجع تاني لنقطه البدايه، ما انزلش. اطلع وارجع تاني لنقطه البدايه، اطلع واطلع تاني لنقطه البدايه. التمرين ده بيشغل اللور اب؟ لا، التمرين ده بيشغل عضله البطن كلها. زي ما اتفقنا في الاول مفيش حاجه اسمها ابر اب واللور اب، عضله البطن زي البايسبس زي الترايسبس زي الكتف بتشتغل كلها في مرحله الانقباض وبتنبسط في مرحله الانبساط زيها زي اي تمرين او اي عضله. بس هي دي اهم ثلاث تمارين كان فيهم لغط وكان فيهم كلام كتير، الصح يا كابتن الغلط، طب انا الظهر بيوجعني اعمل ازاي ما اعملش ازاي. يا رب النهارده في الحلقه بتاعتنا اكون عرفتكم او وصلتكم ايه الصح، وربنا يحفظكم من كل شر يا رب. وفي حلقات تانيه كتير مع كابتن فوكس نادي الاهلي، مع الف سلامه.